معلومة طقسية: طقس صلوات اليوم فريحي، صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة 6. الصوم لا يصام لأنه فطر كامل. الألحان فاي بيبي وتاي شوري، ويقال لأنك قمت وخلصتنا. وجميع الألحان تجمع بين ال3 أعياد بالترتيب: البشارة والميلاد والقيامة. القراءات تقرأ فصول اليوم من القطمارس السنوي، الأوشية الموسمية، الزروع والعشب. القسمة تقال قسمة الأعياد السيدية. التوزيع: المزمور 150 بالطريقة الفريحي، ويكون مرد الربع الأول لعيد البشارة، ومرد الربع الثاني لعيد الميلاد، ومرد الربع الثالث لعيد القيامة، وهكذا. ومدائح الأعياد ال3. ختام الصلوات يقال مجمعا لل3 أعياد. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. اليوم ال29 من شهر آب المبارك أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. رتبت الكنيسة أن تحتفل اليوم بتذكار ال3 أعياد السيدية الكبرى: البشارة والميلاد والقيامة. ويصلى بالطقس الفريحي. بركة مخلصنا الصالح فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا استشهد القديس ديمتريوس التسالونيكي في زمن الملك ماكسيميانوس، وكان شابا تقيا ورد كثيرين إلى الإيمان بالسيد المسيح، فاستحضره الملك وأمره أن يبخر لآلهته ويسجد لهم، فلم يوافق، فأمر بطعنه بالحراب إلى أن أسلم الروح. فوضع المؤمنون جسده في تابوت من رخام حتى انقضاء زمن الاضطهاد، فبنيت له كنيسة في تسالونيكي ووضع جسده بها. بركة صلوات فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا تنيح البابا القديس غبريال السابع البطريرك ال 55 من بطاركة الكرازة المرقسية، بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا، إذا قام الشهادة في يعقوب ووضع الناموس في إسرائيل، لأني أنا قد علمت أن الرب عظيم هو، وربنا أفضل من جميع الآلهة، هللويا. الإنجيل المقدس، فصل من إنجيل معلمنا مرقس البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. وتقدم إليه يعقوب ويوحنا بن زبدي قائلين: يا معلم نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. فقال لهما ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ فقالا له أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. فقال لهما يسوع لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فقال له نستطيع. فقال لهما يسوع أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان. وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم. ولما سمع العشرة ابتدأوا يغتاظون من أجل يعقوب ويوحنا، فدعاهم يسوع وقال لهم أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسدونهم وأن عظماءهم يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع. لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين، له كل الكرم الآن وكل أوان ولا ظهر الدور أمين. النهاردة يا أحبائي قراءات يوم الخميس الموافق 29 بابة سنة 1735 للشهداء. بتحتفل الكنيسة يا أحبائي النهاردة بتذكار الأعياد السيدية الثلاثة عيد البشارة وعيد الميلاد وعيد القيامة، لأن كل 29 من كل شهر قبطي معناتها طوبة وأمشير حسب القاعدة الطقسية بنحتفل بالثلاث أعياد دولت، وكأن الكنيسة بتذكرنا بالثلاث أعياد السيدية اللي ربنا أعطاها لينا ببشارته وميلاده وقيامته من بين الأموات. أيضا بتحتفل الكنيسة النهاردة باستشهاد قديس عظيم، القديس ديمتريوس التسالونيكي، وأيضا نياحة البابا القديس غابرييل السابع البطريرك ال95. لذلك رتبت الكنيسة النهاردة أن هي تصلي بالطقس الفريحي تذكار للثلاث أعياد السيدية اللي احنا قلنا عنهم، وأيضا رتبت الكنيسة القراءات هذا اليوم اللي في الحقيقة بيكلمنا عن حال لسان الشهداء. فالقراءات النهاردة بتعلمنا عدة شعارات حقيقية، لابد إن كل شعار من اللي أنا هقوله النهاردة يا ريت ننفذه في حياتنا الروحية. أول شعار هنلاقيه في إنجيل العشية معلمنا مرقس الإنجيل البشير، وهي شعار التبعية لله بلا شروط ولا مقابل. تلاحظوا أن الإنجيل بيتكلم عن اختيار رب المجد يسوع لسمعان وأندراوس. يقول لنا الكتاب المقدس: وفيما هو يجتاز عند شاطئ بحر الجليل أبصر سمعان وأندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر، فإنهما كانا صيدين، فقال لهما يسوع: هلما ورائي فأجعلكما تصيران صياد الناس، فللوقت ترك شباكهما وتبعاه. كلمة ترك شباكهما وتبعاه هي التبعية اللي ربنا بلا شروط وبلا مقابل. حد فينا يفتكر ان كل واحد في شغله ربنا يقول له تعالى هل هيسيب الشغل ويجي؟ اعتقد في الزمن ده بيبقى الامور صعبة شوية، لكن الشعار اللي بيديهولنا النهاردة الانجيل المقدس نتبع الله بلا شروط ولا مقابل زي سمعان واندراوس الرسولان. لذلك أحبائي تلاحظوا إن ربنا لما جه يختار أشخاص فعلا مملوئين من محبتهم لربنا لدرجة إن سابوا كل شيء وراحوا، حتى ما سألوهوش أنت مين ولا عاوز مننا إيه ولا هتأكلنا إزاي ولا الكلام ده كله، لكن يقول لنا ترك شباكهما وتبعاه. يا ريت يا أحبائي ده الشعار الأول النهاردة اللي زي بالظبط قديسنا العظيم ديمتريوس التسالونيكي اللي جه في قراءات السنكسار النهاردة. كان شاب غني وكان بيتعلم تعاليم روحية، وجه في عصر الإمبراطور ماكسيمانوس بدأ يضطهد المسيحيين بكثرة، فبدأ القديس ديمتريوس يعلم الناس ويردهم إلى الإيمان بالسيد المسيح له المجد، فوشى به مجموعة إلى الإمبراطور، جابه وطعنوا عدة طعنات بأكثر من حربة واستشهد. لو فكرنا هذا القديس ليه ساب حياته لربنا؟ لأن كان ماشي بشعار أنا تابع لربنا بلا شرط وبلا مقابل. لذلك حال جميع الشهداء هو الشرط ده، هو شعارنا ده، إن نتبع الله بلا أي شيء محتاجين. نيجي للشعار التاني اللي جه في إنجيل باكر، وده شعار مهم جدا وبيأكده لنا هي التبعية أيضا، لأن بيكلم عن اختيار السيد المسيح أيضا لسمعان واندراوس، وكأن قراءات هذا اليوم بيأكد على هذا الشعار نتبع الله فيما عشنا وفيما مشينا وفيما ادانا عمر إن احنا نستمر في هذه الحياة. لذلك حال لسان الترنيمة اللي بتقول لو سجنت أو أهنت همشي معك دوما كل حين. الشعار الثالث يا أحبائي جه في إنجيل آسف جه في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلطية. وده شعار مهم قوي لازم نعيش بيه، وهو محبة ربنا لينا ومحبتنا له. لو فكرنا كده قلنا مين اللي بدأ المحبة الأول؟ هنلاقي إن رب المجد يسوع هو اللي بدأ المحبة الأول. لذلك معلمنا بولس الرسول يقول كده: هذا الذي بذل نفسه عن خطايانا لينقذنا من هذا العالم الحاضر الشرير. فده شعار مهم قوي لازم نمشي بيه. ربنا حبنا، يبقى في المقابل لازم نحبه، لازم أمشي تبع محبة ربنا. ده حتى لو مشينا بالمصلحة الأرضية نحب الذين أحبنا. فربنا حبنا، يبقى احنا لازم نحبه، واللي يحب ربنا لازم يصنع إرادة ربنا. أنا لو جيت وسألت كل واحد فينا هل أنت بتحب ربنا؟ بالتأكيد هيقول أيوة بنحب ربنا. لكن السؤال التاني: إيه دليلك على محبتك لربنا؟ إيه دليلك على إن أنت بتحب ربنا فعلا؟ لذلك لما راح الشاب الغني سأل رب المجد يسوع: أعمل إيه عشان أخش الحياة الأبدية، أخش السماء؟ قال له: احفظ الوصايا. قال له: حفظتها وأنا صغير. قال له: خلاص اذهب وبيع كل مالك. هنا بدأ الناحية العملية. فإذا كان شعارنا احنا محبتنا لربنا زي ما هو حبنا، لازم ينقذنا دليل حبنا، الدليل العملي. وده بيبان قوي في المعاملات الحياتية. يعني لو أخوك جه غلط في حقك، لو إنسان فعلا محب لربنا وماشي بالشعار محبتنا لربنا ومحبة ربنا لينا، بالتأكيد هنسامح أخونا حتى لو جه غلط في حقنا 77 مرة. والإنجيل قال كده 77 مرة لو جه أخوك، سواء أخوك بقى في البشرية عموما، يعني مش شرط أخوك بالجسد، غلط في حقك. فلابد إن احنا لازما لو احنا ماشيين بشعار محبتنا لربنا زي ما هو حبنا، يبقى لازم نسامح. أيضا لما يجي الصوم المقدس أو أي أصوام الكنيسة، لو أنت ماشي بهذا الشعار ما تفوتش ولا صوم. ناس كتير بتفوت صوم الأربع والجمعة، مع إن صوم الأربع والجمعة ده أمر مهم جدا. الأربع ده بيذكرنا الخيانة العظمى. أيضا الجمعة جمعة صلب السيد المسيح نتذكر. مش معقول السيد المسيح نتذكره ويتصلب وإحنا نتلذذ بالأكل والشهوات. عشان كده يا حبايبي الشعار التاني ده محتاج دليل. مفيش حد هيقول لك أنا بكره ربنا، لكن الكل هيقول أنا بحب ربنا. الدليل إن احنا نسلك حسب إرادة ربنا، وكل إرادة ربنا متوفرة إن احنا نعمل أعمال تليق بالمسيحية. يقول لنا كده الكتاب المقدس: لنا فكر المسيح، لنا فكر المسيح. أمشي مع المسيح بفكره هو، مش بفكرنا. مش هبقى أنا ماشي نص كده ونص كده، نص أصوم ونص ما أصومش، نص أصلي ونص ما أصليش. لا، أمشي باستمرار بفكر المسيح. وإذا موقف حصل لك أقف بس دقايق وشوف لو السيد المسيح مكانك كان هيعمل إيه، وتصرف زي ما السيد المسيح هيتصرف. ده الشعار التاني يا أحبائي، محبة ربنا لينا ومحبتنا ليه. الشعار اللي بعد كده نلاقيه في الكاثوليكون رسالة معلمنا يعقوب الرسول. شعار جميل قوي يقول لنا كده: كونوا في كل فرح يا إخوتي إذا وقعتم في تجارب متنوعة. فرح مع ربنا، ده لازم كل إنسان مسيحي يمشي بهذا الشعار. افرح، افرح بالرب، افرحوا بالرب كل حين. افرحوا فرح سماوي مش فرح أرضي. يعني لو في فرح داخلي أو أي فرح خارجي، حتى وصية إنجيلنا إحنا لازم نرتل لربنا، لازم نفرح بربنا، لازم نذكر ربنا. مش لما ربنا يعمل حاجة حلوة فينا نفرح ونتهلل، ولما يجربنا بتجارب متنوعة أخرى نزعل ونقول أنت ليه سايبنا يا رب. لسه يا أحبائي في شخص صارت له تجربة هي صعبة شوية، لكن للأسف كان إيمانه ما قدرش يستحمل التجربة فترك ربنا، لغاية لما اتقابل مع أب كاهن بدأ يتكلم معاه، فعرف إن كان إنسان معدنه طيب، فبدأ يكلمه بكلام ربنا، تذكر أيامه الأولى فرجع مرة أخرى في حضن ربنا. هذا الإنسان لو كان ماشي بشعار اللي قاله لنا معلمنا يعقوب الرسول النهارده، كونوا في كل فرح يا إخوتي إذا وقعتم في تجارب متنوعة، كان الإنسان ده عمره ما ترك السيد المسيح لحظة واحدة. لذلك يا أحبائي الشعار ده مهم قوي، نفرح في كل وقت، والكنيسة بتعلمنا كده، الكنيسة بتعلمنا هذا المبدأ الجميل. حتى في وقت الجنازات نتعزى بكلمة ربنا، نتعزى بالصلوات، نتعزى بالقراءات اللي بنسمعها، نتعزى بالعظات. ده شعار مهم قوي لازم نمشي بيه في حياتنا. الشعار الآخر يا أحبائي نلاقيه في الإبراكسيس، يقول لنا كده الإبراكسيس: كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه. شعار مهم قوي لازم نحطه حلقة في ودننا، الله يريدك، الله يريدني، والله يريد حضرتك، والله يريد حضرتك. فإذا كان ربنا عاوزنا، طب إحنا ليه ما نعوزوش؟ ليه نبعد عنه؟ ربنا عاوز الكل يخلص بكل بساطة، عاوزنا. ما ينفعش إن ربنا عاوزنا وإحنا نقول له لا يا رب. زي يونان، يونان ربنا عاوزه يروح مهمة رسمية، بدل ما يونان يسمع كلام ربنا سمع عكسه وهرب منه. لكن هيروح فين من ربنا؟ ربنا عد حوت زي ما حضراتكم عارفين بقية القصة. احنا كمان نقول لنفسنا ربنا عاوزنا، طب احنا ليه نزعله؟ تحضرنا قصة كان أب كاهن بيفتقد راجل بقاله كتير عن ربنا، ما كانش موجود معاه ولا بيروح الكنيسة. الأخ ده كان غني جدا، كان عنده أولاد وكان عنده صحة، فأبونا بيكلمه قال له طب أنا هروح ليه؟ ما أنا عندي الصحة وعندي الأولاد وعندي الأموال. المهم أبونا قعد يصلي له لغاية فجأة كده حصل تجربة لهذا الرجل، إن عيه مرض شديد جدا، فصرف كل فلوسه في علاج هذا المرض، وللأسف ربنا ما أردش إن هو يشفى. فسمعوا أولاده إن في طبيب جاي من الخارج، فراحوا أولاده ياخدوه عشان يروحوا للطبيب، وهما ماشيين في الطريق حصل حادثة. يا للعجب يا أحبائي إن الثلاث أولاد هذا الرجل انتقلوا وهو عايش. يبقى إذن يا أحبائي الأموال ما نعتمدش عليها لأن في ثانية بتروح، الصحة أيضاً ما نعتمدش عليها لأن الصحة بتروح، الأولاد أيضاً ما نعتمدش عليهم لأن الأولاد بيروحوا، لكن نعتمد على حاجة واحدة بس، إن الله يريدك، الله يريدك. فأنت لازم أن تمشي بهذا الشعار، وإذا غلطت قول لنفسك ده ربنا عاوزني، ده ربنا قبل وقبل وقبل، ده ربنا جاي للمرضى مش جاي للأصحاء، روحوا روحوا ارتموا في حضن ربنا. لذلك الكنيسة لما بتعمل المبنى كنسي تلاقوا فيه جزء في الهيكل اسمه حضن الآب. حضن الآب بالظبط عامل كده، عامل كأني واحد فضى أحضانه على مصراعيه، على مصراعيه. فهو عاوزك أحبائي. هديكم مثل بسيط، لو واحد بيقابل واحد يعني ايه مش معرفة قوي يسلم عليه كده، لو معرفة نص نص يسلم عليه كده، لو معرفة قوي ياخده بالحضن. فربنا عرفنا قوي فبياخدنا بالحضن. المهم احنا نلتجئ لربنا. آخر شعار يا أحبائي في إنجيل القداس معلمنا مرقس الرسول، وده شعار مكون من آيتين اتنين. أول آية: من أراد أن يسير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يسير فيكم أولا يكون للجميع عبدا. وإحنا يا رب نحب نخدمك، وإحنا يا رب عبيد ليك، فإحنا ما نتكبرش على حد بل نخدم كل الناس. نسير عبدا ليك يا أحب يا رب، نسير عبيد ليك، نخدم الكل بمحبة وبلا تذمر وبلا كبرياء. لذلك يا أحبائي النهاردة قراءات هذا اليوم لها عدة شعارات جميلة، نطلب من ربنا أن يحقق فينا هذه الشعارات الصادقة. إلا أول حاجة التبعية الصادقة لربنا بلا شروط ولا مقابل، محبة ربنا لينا ومحبتنا له. الله يريدك ويريدني، من أراد أن يسير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يسير فيكم أولا يكون للجميع عبدا، لربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.